بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين متابعي قناة رفع الدبوك، أهلا وسهلا بكم. النهاردة في زراعة الفول بنحصد الفول، فتابعونا وإن شاء الله تشوفوا حاجة ممتعة ومفيدة. بس ما تنسوش تعملوا لنا لايك الفيديو واشتراك في القناة المشترك شي، لأن أغلب اللي بيشاهدونا غير مشتركين في القناة. الفول خد كده كم في الارض يا عمده؟ لها انت دلوقتي الحمد لله تحصد، فخد كتير في الارض الفول حاليا؟ احنا النهارده 28 ولا 29؟ الفول حاليا لي 5 شهور. 5 شهور؟ يعني اخد 5 شهور الفول في الارض. 5 شهور. طب خد كم ميه كده؟ 4 ميات. 4 ميات من وقت ما رميتها؟ وقت البوه. طب كتير سماد عمده؟ صبختين. والصبيخ كانت قد ايه كده؟ 3 شوالين. شوالين يعني المرتين، كل مره شوالين؟ وثلاثة صوبر. نطرات. الشوالين دول كان نطرات. وثلاثة صوبر؟ والمساحة نيتنا كام؟ فدان وتل. يبقى كده عرفنا ان هو خد 4 ميات وخد وخد مرتين سماد. طبعا ترموا سماد طبيعي على كده حج ولا لا؟ يعني ما فيش سماد طبيعي مع السماد ده؟ لا رمناش سماد. الله يديكم العافية. الله يبارك فيك. طب متعود لكن تزرع الفول يا حج؟ من ايام حياة ابويا كان يزرع. بس اصبح دلوقتي في مرض، اول ما يقرب يطيب يجي الشيطان. يا الله. يعني عشان كده الناس عندنا قللت زراعة الفول. بس اصبح من السنة اللي فاتت وجاي كويس. يعني السنة اللي فاتت ناس بدأت تجرب. ونجح عندنا الحمد لله الفول. الحمد لله. والسنة دي الحمد لله كويس برضه. الحمد لله كويس برضه. يعني ممكن السنة الجاية إن شاء الله الناس تشجع وتزرع فول بإذن الله. بإذن الله. يعني كله ماله يرجع برضه المحصول زي الأول. طب مش يعني ما خفتش عليه من الهلوك يا أخي ومرض؟ الهلوك في أراضي فيها هلوك ما نزرعش فيه. دي طلع فيه. بس طلع إيه؟ بسيط خالص. مش زي ال مش زي الارض العفيه. ليش الارض العفيه هو؟ يعني الارض العفيه يظهر فيها الهلوك؟ يظهر فيها الصفره. الارض الصفره. الصفرة يظهر فيها الهلوك. يعني في الجزائر ما يقدرش يزرعوا فول؟ ما هو الضرر هني في الهلوك. ما فيش امراض ثانيه عتصيب الفول يا اخو وواجهتكم يعني وقاومتوها وكده؟ فيه. يعني زي اللي عم نقول لك عليه، الشيطان ده اللي بيجي في الاخر ده. ويلم ناموس وبتاع، وهذا اللي يعني قاومنا احنا، مش مقاومناش. قاومنا كتير كمان. وكنا نجيب الكبريت وهو صغير ونرشه. يعني الكبريت برضه مفيد للفول يعني. مفيد. لأي حاجة، للبامية والطماطم، لأن أكبر حاجة مطهرة الكبريت. يعني ربنا مش هيضيع مجهود حد يعني؟ لا. طب احنا تعبنا فيها شوية الفول. الرش وبتاع أنا من بعد حياة أبوي أول سنة نسوق. أول سنة تسوق الفول. طيب مش هتفكر تزرع عدس وكذا؟ هنفكر، بس العدس تبع الجيرة. يعني ايه تبع الجيرة؟ معلش. تبع الجيرة. الجيرة لو جارك زارع حاجة تاني، لأن العدس حساس ما يحبش مية جنب مني، لو جارك غرقة يشلك كله. يعني انت كده عايز يكون جارك برضه زارع عدس؟ زارع عدس عشان تزرعه وتروه وما تروش مع بعض. طب انا نفسي نزرع لي زرعة عدس. ان زرعة حياة ابويا لو حاليا في السوق ده كان جاب انتاج. جاب معاه انتاج بالصلاة على النبي. بس ايه، كانت كلها المساحة عدس. بس ايه، دلقيت الناس
زي ما تقول برضه الشباب مش زي الناس الكبيرة زمان. كانت واخدة فكرة عليه العدس على في على زراعته نفسها. يعني كان يجيد زراعة العدس. انما دلوقتي الناس هتستسهل وبرضه الناس مش عايزه اي خساره، يعني هتخش في المناطق الامنه زي ما يقولوا. طبعا يعني هيروح للحاجه اللي عارفها، الحاجه اللي مكلفه كمان يعني. طب التكلفه بتاعت العدس في تقوية يا اخي ولا في زراعتها ولا في التكلفه في التقوي بتاعتها برضه؟ لان دلوقتي كيلو العدس وصل كام؟ مبلغ. الله يديك العافيه يا شيخ. الله يبارك فيك. الله يوسع عليكم. لو هو برضو يعني زي ما تقول الناس بقت يقول لك انا نعمل اللي انا عارفه. طبعا. بدل ما نروح نخش في حاجه وبعدين ايه؟ العدس في الشباب الايام دي ما حدش زرع. صح، الشباب الايام دي ما فيش خالص. الشباب عايزينهم السوق اللي في الحصيد. قول لنفسك هتقول لنا انا واخد ثلاثه. لا ياخذ معي الراجل. ولا الشباب عزوز من السوق في الحصيد. معلم سيد هيك عمرك ابوك. شباب كسول. الله. طيب صح، دلوقتي انتوا ادي حصدتوا الفول الحمد لله. ايه هتسيبوه كده في الارض زي ما هو كده؟ نسيبوه على كده. يقعد فترة كتيرة؟ يعني يقعد له حسبة 20 يوم. وبعد كده تخشش عليه الدراسة. بس ايه تقلب. يعني بعد كده ايه تقلب الفوق. يعني انت هتتابعه وتشوف نشفانه عشان ايه من تحت يبقى من فوق وينشف. يعني كل يومين كده تقلبه في الشمس خمس ايام. انما ما مش هتنقلوه مثلا مكان تغمروه في مكان واحد؟ لا. زي الملوخيه مثلا ممكن يتبرد. يقعد زي ما هو كده. يقعد زي ما هو الفول. والعدس برضه نفس الطريقه كان؟ نفس الطريقه برضه. بس زمان كانت الناس العدسه تحوله بجمال. حوله تعمل جرن. جرن. يعني زي الفول ما كان يتجرن، بس ايه لما ينشف ما يتلمش اخذه. لو لما ينشف. طب كان يجرنوه ليه يا اخي زمان يعني؟ طيب. زمان كان عاوز يفض الارض. عايز يفض الارض عشان يزرع. يزرع ثاني. حاجه ثاني. من الجرن اصلا حيطول. كان الزمان النورة ياخد شهر. يعني ما كانش يدرس بدراسة هو؟ لا كانش في دراسات زمان. هذا اللي طر هو ايه ينقل الفول. كان او عدس او قمح. يعني يروح يجرنا في مكان معين عشان خاطر ده يعمله بالبقر والنورج و... لكن دلوقتي الحمد لله في دراسة تجيك لغاية الغيط. دلوقتي في نفس اليوم لو عاوز تطبخ هتطبخ. صح. عاوزة تخبز المرة هتخبز في نفس اليوم. في نفس اليوم يعني تحصد وتدرس وتودي الطاحون وتخبز المرة على طول. صح.